نظمت المدرسة العليا للتسيير اليوم بشراكة مع جمعية مبادرة الأمل للإدماج الاجتماعي سباق 10 كيلومتر في نسخته الثانية لدعم الأيتام ماديا ومعنويا من خلال مشاركة عدد من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والعديد من عشاق السباقات. فعاليات جاءت لمساندة العمل الجمعوي الذي استطاع رسم بسمة أمل على وجوه أزيد من 150 طفلا وشابا. تفاصيل أوفى في روبورتاج من إعداد شيماء قباب ورضا خليل. لنجري معا من أجل اليتيم، شعار اتخذه منظمو هذا السباق لمساندة مئات الأيتام. تظاهرة رياضية عرفت مشاركة العديد من الطلاب والمتسابقين من مختلف الفئات العمرية، وعرفت أيضا مشاركة أزيد من 150 طفلا وشابا من مختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية. فرحان أنا بهذه المسابقة، لحقاش جيت من الأول، وشكرا على المسابقة. أنا الحمد لله فرحان بهذا الفوز ديالي. الصراحة التنظيم كان جيد والمسار هو كان في المستوى. جينا باش ندعموا هذ الأطفال الأيتام في هذه المسابقة هذه، والحمد لله الفوزات. هذه واحد لاكوز اللي هي مهمة بالنسبة لعدد من المغاربة وأنا منهم، واخا أنا ما تنجريش بزاف وماشي رياضي، ولكن هذا النهار جيت لأنه باش نسلطوا الضوء على هذه المبادرة المتميزة، والأيتام هم أولادنا. سباق 10 كيلومتر في نسخته الثانية شهد منافسة قوية في صفوف المتسابقين، وخصص النشاط الرياضي مدار سباق آخر لمسافة 3 كيلومترات للأطفال. فعاليات شهدت مشاركة قياسية مقارنة مع النسخة الماضية، وجاءت لمساندة العمل الاجتماعي من خلال مساهمة جمعيات تهتم بالأيتام. هذه الدورة هذه عرفت مشاركة أكثر من 500 ديال المشاركين، وعرفت أيضا المشاركة ديال العديد من المؤسسات الرعاية الاجتماعية في الدار البيضاء. لذلك فشنو هي الغاية باش عرضنا على هاد الوليدات؟ الغاية اللي هي أن احتفلنا بيوم اليتيم، واليوم اليتيم احتفلنا به بطريقة رياضية، بطريقة تضامنية، وبطريقة اللي هي جديدة. الهدف من هاد ليفينمون هو أننا كنشجعوا الدراري الصغار اللي مأديغين في ليزاسوسياسيون، يعني الجمعيات. هنا كاينة 3 ديال الجمعيات، حنا جينا هنايا باش نحفزوهم على أنهم يقدروا من هنا أنهم يوصلوا 18 سنة يقدروا يديروا شي حاجة في حياتهم. سباق لنجري معا من أجل اليتيم قدم رسالة إنسانية جمعت بين الرياضة والفعل الجمعوي، رسالة تهدف إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للفئات الهشة ورسم بسمة أمل على وجوه الأيتام.